والمؤسسه اللي شفناها تاع لا سيبا، وكان هذه ثاني مؤسسه اخرى يعني مصنع واحد اخر اللي زرته تاع لا طوماط، يعني مصانع عندهم سنوات. يعني نقول لك ملي استقلت الجزائر اول مصنع داروا في الواد هو في 62، وثاني مصنع في عنابه في 65. ما تشوف هذه المصانع يعني من الجد للجد يحبوا يكسروها العصابه. ما تنساش كانت عصابه كبيره اللي كانت تامبورتي لا طوماط، وهما عندهم مصانع كانت ما ينجموش يبيعوا، وصاروا لهم مشاكل مع في القرض تاع البنوك بيان سور، انت ما تخلصيش وتلقى السلعه تاعك يعني عانوا كثير. اليوم الحمد لله مع الوزير الفلاحه يعني فتح لنا، يعني خرجنا من هذاك المازق، يعني كنا راح ندخلوا في كارثه، لان اليوم المصانع عادي تغلق، الفلاح ما يجمش يبيع لا طوماط تاعو. يعني شكون الخاسر؟ الاول يخسر الفلاح والعمال مساكن، يخسر الفلاح والعمال ونضطر الى الاستيراد. هذه ما فيها حتى شك. ولما رحنا شفنا وزير الفلاحه قلت له اذا ما حليتش هذا المشكل يعني على القريب على 3 شهور راح نديروا لامبورتاسيون تاع لا طوماط. ما كذبش عليك. واش هو المشكل اللي كان عنده بالتحديد؟ هما عندهم قروض في البنك، ولما كانوا العصابه تستثمر من الخارج ما قدروش يردوا يعني القرض نتاعهم، بصح كان المصنع تاعهم يخدم، كانوا يعني زادوا استثمروا حتى في لي ماشين جدد، لقوا الابواب تاعهم مغلوقه. بصح اليوم هذا المشكل هذا الحمد لله يعني جرينا عليه وقعدنا شهور احنا نجريو عليه، الحمد لله اليوم المدير البنك يعني خداه بعين الاعتبار، والوزير الحمد لله نشكروه خداه يعني في يوم واحد حل المشكل هذا.